نشرك رائعة. نشرك الناس فكرة في الفكر. انا كنت اقترحت ايه؟ ان احنا نعمل مصنع وطني يعني بتاع الدولة. تمام؟ عندنا اراضي دولة كتير وصحراء ومتصورة ومرمية ومفيش اي حاجة عليها غير يافطة اللي هي ممنوع الاقتراب او التصوير. نستعمل بقى مصنع وطني. المصنع الوطني ده يعني فيه مؤسسات الدولة كلها بتشتغل فيه، المؤسسة الخاصة انها تدينا الارض دي ناخدها منها، اللي هتبني، اللي هتمول، اللي هتعمل كل حاجة. ونستدعي الايادي اللي هي معروفة انها الخبرة او اللي هم قائمين على العمل. بيشتغلوا في الحرف الادوية نفسها. فهيشتغلوا في هذا المصنع الوطني، فاصبح هو دلوقتي بيعامل معاملة الموظف الحكومي. فموظف حكومة يعني ايه؟ يعني عنده التأمينات بقى اللي احنا كنا بنتكلم عنها، تأمين صحي، تأمين معاش، تأمين كذا، تأمين كذا، وكل حاجة، وبيقبض مرتب ثابت. في نفس الوقت من المحافظات القوية اللي نعملها له ان احنا نقول له ان ليك نسبة مثلا 10% من بيع وتسويق المنتجات اللي طالعة من ايدك. وفي نفس الوقت الشباب والبنات اللي احنا عايزين ندربهم يكون هو بالنسبة لهم كمدرس، كأننا في التعليم حتى الفني، يعني هو يبقى واقفين بيتفرجوا وبيتعلموا في نفس الوقت التاني. فاحنا كده نبقى كسبناه ايده في الشغلانه. ما عملنالوش ورشه وسبناه، يعني ده كان رايي، يعني ان احنا ما نعملش ورشه ونسيبه النهارده ليه مزاج يشتغل، بكره ملوش مزاج يشتغل، اديناله الموضوع وسبناه ومشينا من غير ما نراقبه. لكن هو كسبناه كموظف، وفي نفس الوقت بياخد عائد زياده نسبه من بيع المنتجات اللي بيشتغل عليها وما ضيعناهوش. حضرتك كده المفروض بقى كده يعني تبقي عينوها مستشاره في ايدك مستشاره عندك كويس. نكمل اللي حضرتك قلتيه بايه؟ هو طبيعه الحال مش هيغيب ومش هيقول انا مش شغال النهارده لان توفر له كل حاجه. بس يبقى ناقصت حاجه واحده بس، شركه تسويق حكوميه بالظبط زي الهند، زي المغرب، زي الصين. حضرتك الناس بتشتغل وتسلم صح، يعني الناس بتشتغل حرفيا دول يسلموا حاجه حكوميه، سواء كانوا شغال خاص لنفسه بيسلم الحاجه وياخد فلوس بالمواصفات اللي الشركه طالباها، سواء اذا كانه شغال في اماكن خاضعه للشركه دي وبياخد مرتب. هو في النهايه بيطلع المنتج ويبقى مش دعوه بيه، وده الطبيعي. لازم 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 يبقى فيه، ما يشيلش هم بعد كده، لازم يبقى فيه سلطات يعني او تخصصات. اللي بيشتغل غير اللي بيبيع، غير اللي بيسوق محلي طبعًا، غير اللي بيسوق دولي. لو قلنا الشركه دي هتبقى تخصصها تسوق دولي، احنا قادرين نسوق محلي. المعارض اللي هي الشهريه دي هتقضي الغرض.